قصة سوق المقاصيص. ترى احنا مو غافلين عنه في الوزارة لإيجاد موقع مناسب لهذا السوق. في هناك حقيقة بحث لموقع مناسب في أحد المحافظات، ربما المحافظة الجنوبية أو الشمالية، يكون بعيد عن السكن لأنه يعمل نوع من الازدحامات المرورية، ويكون موقع سهل لدخول وخروج السيارات. بس اللي حبيت أكد أن هناك بحث لموقع مناسب لهذا النشاط، احنا مو غافلين عن الموضوع. مثل ما تفضلوا أصحاب السعادة النواب أن هذه نشاط يمارسه مجموعة من المواطنين ويعيلون أسرهم. لذلك حبيت أكد أن إن شاء الله خلال الفترة القادمة إن شاء الله بسمعون أن هناك موقع مخصص. طبعا هذا الموقع المخصص لسوق المقاصيص إن شاء الله سوف يهيأ لهذا النشاط.